لو الحكاية فيها إن فيجو تعرف على حضرتك؟ يا دكتور جمال منصور، رأي حضرتك النهاردة في الانتخابات الرئاسية؟ والله شايف إن الحضور ما شاء الله يعني كويس ومعافر الناس، خاصة بالنسبة لكبار السن، يعني ربنا يسهل الحال إن شاء الله ويوفق الجميع. شعورك إيه والنهاردة نزلت عشان تدلي الانتخابات؟ أنا بصراحة أول مرة أنزل في انتخابات، بس نزل المرة دي حاسس إن البلد محتاجة فعلا إن إحنا ننزل لها المرة دي. يعني انت اول مره النهارده تشارك في الانتخابات؟ اول مره اشارك. طب شعورك ايه بقى؟ يعني انت النهارده حاسس بايه كده اول مره؟ لا احساس جميل، احساس ان الواحد بيشارك في ان بلده تستقر وان الوضع يستقر، بس طبعا الفتره اللي فاتت فتره عدم الاستقرار اللي وصلتنا اللي خلتنا نترحم على ايام يعني ما كناش نتمنى انها تعود يعني. طب سبب اللي انت ما شاركتش قبل كده، يعني اول مره النهارده سبب الانتخابات قبل كده في كان مجلس شعب، في استفتاء، الحاجات دي قبل كده ما شاركتش ليه؟ هو انا لما انزل انتخب يعني انا بحترم يعني بحترم صفتي كراجل اكاديمي، لما انزل انتخب انزل انتخب برنامج، مش انزل انتخب كده كلام عادي وخلاص، انا انزل يا اما انزل انتخب برنامج واقعي قابل للتنفيذ، مش يا اما ما انزلش، احترم نفسي واحترم كينونتي وما انزلش. لكن في ظل ان انا انزل على اساس ان انا ادي صوتي بس وكده، لا دي حاجه مش محبوبه او مش مفضله بالنسبه لي. شكرا.